بسم الله الرحمن الرحيم. ده تاني فيديو لينا في حل المسائل على أول درس عندنا في الفصل التاني. طبعا أنا عايز الناس قبل ما تبتدي تخش معانا في حل المسائل إنها تكون سمعت فيديوهات الشرح، لأنك أنت لو سمعت فيديوهات الشرح هتلاقي مفيش تفاصيل فايتاك نهائي، وهتلاقي إن الدرس ممتع جدا لأن هو مشروح، يعني بحاول أجيب في الشرح أمثلة من الواقع وعملي وأحاول أمثل لك الموضوع، فبيبقى الموضوع واضح جدا، مش هتلاقي في حاجة فايتاك، وهتلاقي إن الفصل التاني فصل ممتع جدا، مش هتلاقيه ممل أو مش هتلاقيه فصل خيالي يعني. فأتمنى إن الناس تروح تسمع الشرح كويس وتيجي. طبعا فيديوهات الشرح هتلاقيها إن شاء الله في وصف الفيديو أسفل الفيديو. طيب دلوقتي احنا عايزين نبتدي نحل مسائل، بس قبل ما نحل المسائل احنا عايزين نشوف القوانين. فاحنا اخذنا في الفيديو اللي فات القانون اللي كان بيقول ان الفيض المغناطيسي عبارة عن حاصل ضرب مساحة الملف في كثافة الفيض اللي ماشية في الملف في ساين الزاوية ما بين الفيض والملف، وخدنا الأمثلة والمسائل اللي موجودة على القانون ده. أما القانون التاني فهو قانون بيحسب كثافة الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في سلك مستقيم. طبعا ده سلك المفروض ان هو متوصل في دايرة كهربية كده، الدايرة ديت فيها مقاومة متغيرة ومفتاح وبطارية. طبعا لو عملنا البطارية للطرف الموجب بتاعها هنا كده، فالمفروض ان احنا نغير اتجاه التيار كده على اساس ان ايه التيار بيطلع من هنا يمشي كده. طيب فده كده سلك مستقيم. احنا كنا اتفقنا ان السلك المستقيم ده لما بنمرر فيه تيار كهربي بيعمل لي مجال مغناطيسي على هيئة ايه دوائر متحدة المركز ومركزها السلك. اتفقنا فيما بعد ان احنا هنمثل الدوائر ديت على هيئة اكس وايه على هيئة اكس ونقطة، كل اكس ونقطة بيمثلوا دايرة، كل اكس ونقطة كل اكس ونقطة بيمثلوا دايرة. ماشي اهو زي ما احنا شايفين كده. بمعنى ايه؟ بمعنى لو ده السلك المستقيم يبقى المجال الناتج عنه عبارة عن دايرة كده، فاحنا بنمثل المجال ناحية هنا مثلا بنمثله بنقطة والناحية التانية بنمثله بإكس. بناء على ايه؟ بناء على قاعدة أمبير اليد اليمنى اللي احنا كنا شرحناها في الشرح. كنا بنقول الإبهام بيبقى مع التيار كده، طبعا أنا دايما بمثل بوز القلم بأن هو اتجاه التيار، فيبقى الابهام مع اتجاه التيار صوابع هتلف مع المجال، هي القاعده بتقول كده، الابهام مع التيار صوابع هتلف مع المجال. فطبعا انا لو عامل القلم الدايره لكم كده فالمجال هيبقى بيلف كده، تمام؟ فلو انا ببص كده عليها انا من الاتجاه بتاعي هنا كده، لو انا ببص عليه فهيبقى المجال من هنا جاي ليا، يعني جاي كده في وشي انا كده، فطبعا بشوف ان هو نقطه. لا المجال طبعا بيبقى جاي كده بيلف كامل اللفة ويمشي كده، فهو في الناحية ديت ماشي بعيد عني، فلو هو عبارة عن سهم بيتحرك فأنا هشوف الظهر بتاع السهم اللي هو علامة الإكس. فعلشان كده بنمثل أي حاجة أي دايرة على إنها إكس وإيه ونقطة. طبعا هنا القاعدة ديت ممكن نقول كده الإبهام مع التيار أهوت، فصوابع هتلف مع المجال، فهو هنا كده إيديا كده داخلة للورقة، فبالتالي هيبقى هنا إكسات وهنا نقط، والكلام ده قلناه كله بالتفصيل الممل في الشرح. ما علينا من الجزئية ديت. القانون اللي اقدر احسب بيه كثافة الفيض عند اي نقطة بعيد عن السلك، مثلا لو افترضنا ان هي دي النقطة دي مثلا، فالقانون بيقول ان كثافة الفيض بتساوي ميو في اي على 2 باي في الدي، حيث الاي هو عبارة عن التيار اللي بيمر في السلك، الميو النفاذية للجزء المحيط او للمادة المحيطة بالسلك، وطبعا في غالب الحالات بتبقى الهواء، والدي هي عبارة عن البعد العمودي ما بين النقطة اللي أنا بحسب عندها كثافة الفيض والسلك. طبعا ده كده مش بعد عمودي، لكن البعد العمودي هو ده. طب لو بصينا على قانون زي ده نشوف ايه اللي الراجل ممكن يعمله فيه. حاجات بسيطة جدا، وطبعا انت ممكن بدماغك تبتدي تفكر ازاي الراجل يحط مسألة، وتبتدي مع نفسك تفكر هو اصلا الراجل هيغير في ايه في المسألة. اول حاجة ممكن في مسألة زي المسألة اللي قدامك ديت ما يخليكش تحسب كثافة الفيض بطريقة مباشرة، يديك مثلا حاجه زي فاي واي والزاويه ويخليك تحسب كثافه الفيض، فدي حاجه بسيطه كده. طب بالنسبه للجزء اللي على اليمين الاتنين باي ما فيهاش لعب، الميو ممكن يجي يقول لك انا استخدمت مثلا الحديد فلازم في المساله يديك النفاذيه بتاعته او يطلبها منك، فده كده برضو ما فيهوش لعب كتير. لكن ممكن بالنسبه للدي بقى، لو انا افترضت ان ده السلك كده وجه في مساله مثلا واداك البعد ده المسافه من هنا لهنا، فطبعا الكلام ده شفناه في المسألة بتاعة النظري اللي احنا كنا شرحناها، اللي هي كانت في المسألة رقم 6، كنا شرحنا المسألة ديت وقلنا الكلام ده. طبعا الراجل ممكن ما يديكش البعد العمودي، البعد العمودي اللي انا عايزه اللي هي المسافة دي، هو ممكن ما يديكش المسافة دي، امال يديك ايه؟ يديك البعد ده مثلا. فطبعا ساعتها انت لازم تتحايل على الموضوع وتحسب البعد ده، طبعا على حسب المسألة بتقدر تحسب البعد اللي قدامك. فده كده اللعب اللي ممكن يتعمل على الدي. طيب بالنسبة بقى للاي، الاي بقى مفتوح ليه؟ في قوانين كتير جدا للاي في الفصل الاول. ممكن بدل ما يديك التيار يقول لك ان السلك ده له مقاومه ووصلناه على بطاريه، فتستخدم القانون اللي اسمه في على ار.
ممكن بدل ما يديك يقول لك السلك ده مقاومته كذا اوم، يقول لك السلك ده طوله كذا ومقاومته النوعيه كذا ومساحه مقطعه كذا، فبدل ما تستخدم ديت هتستخدم رؤي في ال على ايه، خلاص وهكذا بقى الموضوع مفتوح خلاص. يعني ممكن يجيب لك دايره كبيره زي كده مثلا، ويقول لك ان ده كده الف وديت كده ب وديت بتمثل السلك المستقيم، وانا عايز احسب كثافه الفيض مثلا هنا حيث المسافه ديت مثلا 10 سنتيمتر، ويديك مثلا البطاريه ب 30 فولت ومعاها 1 اوم مقاومه داخليه، وديت ب 6 وديت ب 3 وديت ب 2، ويقول لك ان السلك ده طوله كذا ومساحه مقطعه كذا. فدي الفكره، انت عشان تحسب كثافه الفيض انت عندك قانون، القانون بيقول لك ان البي بتساوي ميو في 2 على 2 باي في الاي على الدي. الميو معروفه 4 باي في 10 سالب 7، الاتنين باي قيمهم معروفة، التيار مش موجود طبعا، الدي ب 10 سنتي فالتيار بس اللي هحسبه. طب دي مسألة بتتبع مين؟ تتبع قانون أوم للدائرة المغلقة، أقول له أي بتساوي في بي على الأر الخارجية زائد الأر الداخلية، فهروح للأر الخارجية، الأر الخارجية بتساوي إيه؟ بتساوي محصلة الاتنين دول اللي هي 6 في 3 على 6 زائد 3 زائد المقاومة ديت اللي هي 2 زائد مقاومة السلك. طب مقاومة السلك مش معطى في مش معطى بصورة مباشرة، أقول له زائد رو إي في ال على إيه، طبعا بيبقى الكلام ده معطى في المسألة. من هنا حسبت الآر الإيه الخارجية، يبقى أقول له الأي بيساوي الفي ب 30 على الآر الخارجية أنا حسبتها زائد الآر الداخلية بواحد أوم. من هنا حسبنا التيار، أخد التيار وأروح أعوض في القانون فوق اللي هو قانون كثافة الفيض، حسبت كثافة الفيض. فاذا شوفوا الكلام ده كله اللي انا بحكيه لك هو عباره عن افكار مسائل، لو انت فهمته كويس هتقدر تروح ايه تحل، او تقدر تروح تحل كل الافكار اللي موجوده عندك. طب هل دي يا باشمهندس بس الافكار اللي ممكن موجوده على الجزء ده؟ لا، في فكره كمان اللي هي فكره ايه، انا لو عندي سلك كده وقلت لك احسب لي المجال الناتج عنه عند النقطه دي، طيب لو انا جبت مغناطيس تاني، يعني ادي مغناطيس اهو، المغناطيس ده له شمالي وجنوبي مثلا، وجيت قلت لك احسب لي بقى، طبعا المغناطيس موجود هنا او مغناطيس موجود كده اهو ان اس قصاد النقطه، وعندك السلك المستقيم هنا، لو قلت لك احسب لي كثافه الفيض والمغناطيس مش موجود، هتقول لي هي عباره عن البي بتساوي ميو في اي على 2 باي في دي. طب لو قلت لك ان انا جبت مغناطيس وحطيته، هتقول لي لا ده هي هيبقى عباره عن المجال بتاع السلك ومعاه كمان المجال بتاع المغناطيس. ليه؟ لان النقطه ديت اصبحت بتاثر بحاجتين مش بحاجه واحده دلوقتي. طيب تعالوا نبص كده ايه الاحتمالات اللي الراجل ممكن يعملها. الراجل ممكن يجيب لك كده سلك ويجيب لك معاه سلك ويقول لك مثلا احسب لي كثافه الفيض ما بينهم هنا. فبالتالي انا هعمل ايه؟ هاجي اقول له كده انا عندي بي 1 اللي هي بتاعه السلك الاول، وعندي كمان بي 2 اللي هي بتاعه السلك الثاني، لان ده له مجال وده له مجال. طيب انا جبت البي 1 وجبت البي 2، اجمعهم ولا اطرحهم ولا اعمل فيهم ايه يا باشمهندس؟ قال لك على حسب، طبق عليهم القوانين بتاعه القوى الميكانيكيه العاديه. ازاي يا باشمهندس؟ قال لك بص يا سيدي، لو انت في عندك جسم زي الجسم ده وبتزقه كده بقوه 10 نيوتن وبتزق من هنا بقوه 2 نيوتن، يبقى المحصله كام؟ 8، يعني المحصله حصل طرح. طب واتجاهها فين؟ اتجاهها في اتجاه الكبيره، هتمشي كده. طب ركز معايا، لو انا عندي 10 نيوتن كده بيزق الناحيه دي و10 نيوتن بيزق الناحيه دي، يبقى المحصله بكام؟ بصفر. يعني الراجل ده مش يعتبر ان هو ما بيتاثرش بقوه، او المعنى الاصح ان محصله القوه المؤثره عليه بتساوي صفر، مفيش حد هيغلب حد. طيب لو كان ده الكبير بقى مثلا، ده ب 10 وده هو اللي ب 2، يبقى القوه ايه؟ 8 برضه، بس في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده. فاذا طبق المبادئ ديت على مبادئ الايه؟ كثافه الفيض المغناطيسي. الراجل ده لما بيمشي في الاتجاه ده بيعمل لي هنا اكس ونقطه، وهنا اكس ونقطه، وهنا اكس وهنا نقطه، يعني اكس ونقطه برضو تاني، مع ان كل ده موجود بالشرح بالتفصيل، واللي هيسمع الشرح مش هيبقى فارق معاه الموضوع ده قوي. يعني المجال هنا داخل الورقه والمجال هنا خارج من الورقه. طيب ده كذلك الامر، هيبقى هنا اكس ونقطه واكس ونقطه اهو بالشكل قدامكم ده كده. طبعا جبناها منين؟ من قاعده الابهام اليد اليمنى، الابهام مع التيار هيبقى هنا داخل، وطبعا بيلف كده ويخرج من الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه دي. طيب لو بصينا للنقطه اللي جوه هنلاقيها منطقه طرح. ليه منطقه طرح؟ لان فيها حاجه داخل خارجه من الورقه، فيها مجال خارج من الورقه اللي هم دولت، وفيها مجال داخل الورقه اللي هو ده، فالمجالين دلوقتي متعاكسين، فتبقى المحصله يا جماعه طرحهم. يعني اجي اقول له يا باشمهندس بي 1 ناقص بي 2، لا هاجي اقول له كده البي بتاعت الكبير ناقص البي بتاعت الصغير. طب يا باشمهندس الاتجاه النهائي بقى، يعني لو انا افترضت ان المحصله بتاعتهم طلعت بخمسه تسلا، يبقى اتجاهها فين؟ اتجاهها مع الكبير. لو الكبير هو ده هيبقى اتجاهها خارج للورقه، لو الاكس هو الكبير هيبقى اتجاهها داخل للورقه، زي القوه العاديه بالظبط. طب لو جه قال لي احسب كثافه الفيض هنا،
قال لك بص يا سيدي بالسهوله، تعالوا كده نعملها في ورقه تانيه علشان نفهم الموضوع بسهوله جدا. طبعا الكلام اللي بقوله لك ده هيخلينا نحل المسائل في غمضه عين. ادي السلك الاول وادي السلك التاني. لو انا حبيت اعمل المجال بتاع السلك الاول فبعمله اكسات كده على طول الناحيه دي، اكسات كده على طول الناحيه دي، اكسات على طول الناحيه دي، وهنا في كل النواحي ديت كده عباره عن ايه؟ عباره عن نقط. طبعا المفروض ارسم اكس هنا كمان بس ما علينا، لان كل نقطه لازم يقابلها اكس. طب لو انا حبيت ارسم المجال بقى الناتج عن السلك ده، قال لك برضو هنا هيعمل اكسات 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 في كل الناحيه دي، عامل لي اكسات اهو. ليه؟ لان هو مجاله دايما في الناحيه دي بيلف كده كده كده، فدايما كل الدوائر اللي بتبقى حواليه بتبقى هنا اكسات، والناحيه التانيه بتبقى ايه؟ بتبقى نقط. ادي النقطه الاولى والتانيه وادي التالته. طبعا لو احنا شايفين دي منطقه جمع، لان المجالين الازرق والاحمر خارجين، دي منطقه طرح زي ما احنا شايفين، دي منطقه جمع. ايه الفرق بين الجمع دي والجمع دي؟ ان هنا جمع بس المحصله للداخل، يعني محصله المجالات للداخل، هنا جمع بس محصله المجالات للايه؟ للخارج. هنا طرح، طب ومحصله المجالات؟ ما اعرفش، على حسب الكبير. طيب تعالوا نبص مثلا، لو انا عايز احسب كثافه الفيض عند نقطه تانية زي النقطه دي مثلا، عايز احسب كثافه الفيض هنا عند النقطه دي. قال لك بص يا سيدي، هتيجي تحسب البي واحد برضه، طب البي واحد دي بتاعت مين؟ بتاعت السلك الاول. وتيجي تحسب البي اتنين برضه، طب البي اتنين دي بتاعت مين؟ ده بتاعت السلك التاني. طبعا كل واحده بقانونها، هنا ميو اي واحد على اتنين باي في دي واحد، وهنا ميو اي اتنين على اتنين باي في دي اتنين. مين الدي واحد؟ مش ده السلك الاول؟ اه، هتبقى المسافه دي كلها اسمها دي واحد. من دي اتنين؟ مش ده السلك التاني؟ اه، هيبقى المسافه دي بس هي اللي اسمها دي اتنين. هتحسب الاول وتحسب التاني. طب يا باشمهندس اجمعهم ولا اطرحهم ولا اعمل فيهم ايه؟ قال لك يا سيدي، ولا تجمع ولا تطرح، واحده واحده كده. بص كده، انت عايز تحسب كثافه الفيض فين؟ عند النقطه دي. اه، المحصله هنا كانت ايه؟ جمع. يبقى اجي اقول له ان البي كليه بتساوي البي واحد زائد مين؟ زائد البي اتنين. لو هو عايز يحسب هنا برضه هيبقى بي واحد زائد بي اتنين. طب ايه الفرق ما بين انا حسبت دي وديت؟ زي ما قلت لكم كده، هنا بنيجي نحسب الكثافه ونقول له اتجاهها للخارج. هنا لو بنحسب الكثافه نيجي نقول له اتجاهها لمين يا جماعه؟ للداخل. كده خلصنا الملخص بتاع القوانين اللي احنا محتاجينه. تعالوا نحل بقى مسائل عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده. مسألة زي دي طبعا مش هحلها لان هي مسألة سهلة. سلك مستقيم قطره 2 ملم يمر به تيار شدته 5 امبير، احسب كثافه الفيض على بعد 2 من 10 متر من محوره. هو مديك هنا التيار ومديك البعد ب 2 من 10 متر، فحضرتك هنا مش محتاج حاجه، هتبقى ميو في اي على 2 باي في دي. الميو معلومه والاي معلوم والدي معلومه، فهتحسبها مباشره. اجي واحد يقول لي طب فائده القطر هنا ايه؟ ملوش فايده. هو جه قال لك في المساله اهوت، قال لك ان انت عندك سلك اهو، بس طبعا السلك هنرسمه تخين شويه كده، كانه سلك تخين شويه كده. اشمعنى المره دي رسمنا السلك تخين شويه كده؟ عشان الراجل قال لي ان السلك ده له قطر، يعني اداني القطر بتاعه، القطر بتاعه ده اللي هو المسافه دي، اداها لك بكام؟ ب 2 من 10 متر. وبعدين قال لي انا عايز احسب كثافه الفيض على بعد مسافه، طبعا ديت 2 من 10 ملي متر، يعني مسافه صغيره جدا. انا عايز احسب كثافه الفيض هنا عند النقطه دي 2 من 10 متر. بس قال لي بدايه منين؟ بدايه من محور، يعني بدايه من نص السلك كده، وهي دي فعلا المسافه اللي انا عايزها. خلاص، هي دي المسافه اللي انا ايه؟ اللي انا عايزها. فنيجي نحسب البي، هتبقى عباره عن ميو اي على 2 باي في دي، بتساوي الميو بكام؟ 4 باي في 10 اس سالب 7 في التيار اللي ماشي بكام؟ هو معطى في المساله ب 5، مقسوم على 2 باي في الدي. الدي اللي هي بكام يا جماعه؟ ب 2 من 10. طبعا ديت مع ديت فيها 2، ونيجي نحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة بتاعتنا اهوت، هيبقى 2 على 2 من 10 بيساوي في 5 بيساوي 50 في 10 أس سالب 7. لما تحسب الكلام ده كله هيطلع لك بيساوي البي بتساوي 5 في 10 أس سالب 6 تسلا. طبعا انا حليتها بس عشان خاطر الفكره الايه؟ الفكره بتاعت ال 2 من 10، الفكره بتاعت ال 2 من 10 او ال 2 ملم. 2 ملم ديت ملهاش لازمه فين؟ ملهاش لازمه في المساله، لان هو اوريدي قال لي انا بدات من المحور. طب لو ما كانش قال لي انا بدات من المحور وكان قال لي ان البعد ده بدايه من هنا من خارج السلك، كنت لازم اضيف معاه نص قطر السلك ده. ليه؟ لان المفروض المسافه من محور السلك لحد النقطه اللي انا عايزها. طب في كتير او مش في كتير، في تقريبا في كل المسائل ما بيدكش ده اصلا، فبالتالي انت بتهمله اساسا، بتحسب الدي من اول النقطه هنا لحد ما نقابل السلك وخلاص. طيب تعالوا نكمل كده شغلنا. مساله تانية كده بيقول لك فيها سلك مستقيم
نحاول نقربها كده عشان تبان في الكاميرا اهو. سلك مستقيم يمر به تيار شدته 4 امبير. تعالوا نفنط المساله، بيقول لك فيها اي بتساوي 4 امبير. فاذا علمت ان كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه تبعد عن محوره ومسافه معينه تساوي كذا، بيديك البي بتساوي 2 في 10 اس سالب 5 تسلا. اوجد بعد النقطه عن محور السلك، عايز الدي بيساوي كام؟ طبعا كلام منطقي جدا، يعني هو انت عندك البي بتساوي ميو في اي على 2 باي في الدي. الثلاث حاجات اللي بيتغيروا هما البي والاي والدي تقريبا بنسبه كبيره. فهو يا اما يديك البي والاي ويطلب الدي، يا اما يديك الاي والدي ويطلب البي، يا اما يديك الدي والبي ويطلب الاي. المره دي عمل ايه؟ اداني ديت واداني ديت وطلب الدي. فطبعا من القانون الدي هتساوي ايه؟ الدي هتساوي ميو في اي على 2 في باي في بي. كل دول موجودين في المساله، فنقدر نحسب بصوره مباشره. طيب تعالوا نبص على المساله اللي بعدها. طبعا انا مش شرط احل بالارقام، يعني في حاجات نحلها بالارقام وفي حاجات نعديها عشان الوقت. المساله اللي بعدها، بطاريه قوتها الدفع 8 فولت، يعني الفي بي بتساوي 8 فولت، ومقاومتها الداخليه ب 2 اوم، الار سمول بتساوي 2 اوم، وصلت بسلك مستقيم طوله 20 سنتي. طول السلك بيساوي 20 سنتيمتر، ومساحه مقطعه، المساحه بتاعت السلك بتساوي 3 في 10 اس سالب 8 متر مربع. طبعا انت وانت بتقرا في دماغك كده على طول بتستنتج ايه القوانين اللي احنا بنستخدمها. ومقاومته النوعيه الرؤي بتاعته بتساوي 4.5 في 10 اس سالب 6 اوم في متر. احسب كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه تقع على بعد عمودي يساوي 10 سنتي. بيقول لك ان الدي بتساوي 10 سنتي متر من محور السلك، وبيقول لك احسب لي البي بتساوي كام. الحل، تعالوا نكتب القانون اللي هو عايز يحسب بيه الحاجه بتاعت المطلوبه في المساله. هاجي اقول له البي بتساوي ميو في اي على 2 باي في الدي. ده القانون الاصلي اللي انا هحسب بيه الحاجه اللي هو عايزها. نبص بعد كده على مين معطى ومين مجهول، علشان اللي مجهول ادور اجيبه ازاي. لو انا بصيت على البعد العمودي قال لي بكام؟ ب 10 سنتي. خلاص. طيب الميو معروف 4 باي في 10 اس سالب 7 دي محفوظه. طب والتيار؟ ابص على تيار في المساله مش لاقيه، بس في المقابل هو اداني ايه؟ اداني دايره كهربيه اهي، الدايره الكهربيه اهي اللي هي الجزء ده كله. قال لي عباره عن بطاريه، البطاريه ديت لها 8 فولت كقوه دفع كهربيه و2 اوم كمقاومه داخليه، ومتوصله على السلك بتاعنا. السلك بتاعنا اللي هو ده، طبعا اي سلك بنمثله بايه؟ بمقاومه، فهو عباره عن الجزء ده. طب السلك ده مقاومته الار بتاعته بتساوي كام؟ ما ادهاش ليك بصوره مباشره، اداك الرؤي والال والايه. فهاجي اقول له اول حاجه الار بتساوي رؤي في ال على ايه؟ بتساوي القيم كلها معلومه، فحسبت المقاومه بالاوم. بعد كده هاجي اقول له ان الاي بيساوي في بي على الار الخارجيه زائد الار، بتساوي الفي بي بكام؟ ب 8 فولت مقسومه على الار الخارجيه، المفروض ان احنا حسبناها بنكتبها هنا. طبعا لو كان في مقاومات في الدايره ثانيه بتضيفها، ما فيش مقاومات وهي مقاومه السلك بس، بتبقى هي دي المقاومه. هنضيف عليها المقاومه الداخليه اللي هي بكام؟ ب 2 اوم، من هنا حسبنا التيار بكذا امبير. بعد كده هتيجي تقول له بقى البي بقت بتساوي الميو بكام؟ 4 باي في 10 اس سالب 7، هنضربها في قيمه التيار اللي احنا حسبناه من هنا، ما نقسم على 2 باي في الدي بتاعتي اللي هي 10 سنتي، فهتبقى 10 في 10 اس سالب 2 عشان هي 10 سنتي نحولها المتر، هنضرب في 10 سالب 2، ومن هنا هتحسب مين؟ كثافه الفيض الايه؟ المغناطيسي اللي انت عايزها. طبعا لو انت بصيت للكلام ده، هي دي الافكار اللي انا قلتها لك في بدايه الفيديو، فبالتالي الموضوع سهل جدا، يعني مش هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي حاجه غريبه في المسائل. طيب تعالوا نبص على النوعيه الثانيه من المسائل. بعد كده ابتدى ينقلنا بقى، طبعا كل اللي فات ده كان بيتكلم على سلك واحد، ابتدى ينقلنا للفكره الثانيه اللي انا كلمتك عليها، اللي هي فكره لما يكون عندي سلكين. لما يكون عندي سلكين قلت لك حاجه من اتنين، يا اما هتجمعهم يا اما ايه؟ هتطرحهم. لكن الفكره الثالثه المهمه جدا اللي انا لسه ما قلتهاش لك، ان انت مش شرط تجمع وتطرح بس. يعني لو بصينا كده على الجزء ده، احنا قلنا لو في قوه لو في قوتين بيأثروا، واحده كده واحده في الاتجاه ده واحده في الاتجاه ده، فانا يا اما هجمعهم لو كانوا الاثنين في الاتجاه ده، يا اما هطرحهم لو كان واحده كده وواحده كده، ما فيش حل تاني، هما الحلين دولت. لكن ركزوا معايا، لو في واحد بيزق كده وواحد بيزق في الاتجاه ده، ركزوا بقى في الكلام. فانا المفروض في واحد بيزق كده والتاني بيزق كده، واحد بيزق كده والتاني بيزق كده، واحد بيزق كده والتاني بيزق كده. حد واخد باله المحصله عامله ازاي؟ يعني لو انا افترضت لك مثلا في جسم معين وفي واحد مثلا بيزقه في الاتجاه ده وفي واحد مثلا بيزقه في الاتجاه ده، اتجاه حركه الجسم ولا هو كده ولا هو كده، امال اتجاه حركه الجسم ازاي عامل كده؟ اللي هو هيبقى في الاتجاه ده ليه؟ لان واحد طلعه لفوق التاني جاي زقها كده شويه، فانت كانه ماشي كده، بصوا كده
فكانه ماشي اتجاه حركته في الاتجاه ده. فاذا في الحاله اللي زي ديت يا جماعه، محصله القوه بقى اللي هي مثلا لو افترضت ان عندي هنا قوه اسمها اف 1 وقوه اسمها اف 2، محصله القوه بتساوي ايه؟ احسبها ازاي يا باشمهندس؟ قال لك بص يا سيدي، عشان تحسب محصله القوه بتاعت الكلام ده هتيجي تقول له الاف بتساوي الجذر التربيعي، الاول تربيع زائد الثاني تربيع. يعني لو واحد بيزق كده مثلا ب 5 نيوتن والتاني بيزق هنا كده مثلا ب 4 نيوتن، يبقى الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي الجذر التربيعي لخمس ل 4 تربيع زائد ال5 تربيع، هيساوي ال4 تربيع بكام؟ ب 16، زائد ال5 تربيع بكام؟ ب 25. الكلام ده لما نحسبه هيدينا جذر الكام؟ 15 و25 و41، يبقى الكلام ده بيساوي جذر ال41 نيوتن. طب اتجاهها فين؟ اتجاهها بقى نجيبه بمجرد النظر اللي هو هيبقى في الاتجاه ده. طب لو انا عندي جسم زي كده اهو، وفي واحد بيزق كده اهو وواحد تاني بيزق كده، يبقى اتجاه المحصله ازاي؟ اكيد اتجاه المحصله كده. خلاص، طبعا تخيل كده واحد بيزق عربيه كده، بلاش العربيه يعني، تخيل اي جسم تاني واحد بيزقه كده وزميلك جزقه من الناحيه التانيه، فتخيل انت شكل الاتجاه هيبقى عامل ازاي. خلاص، فده كده بالنسبه للاتجاه لمحصله القوه. يبقى محصله القوه عندي ثلاث حالات. لو انت عندك جسم القوتين في نفس الاتجاه يبقى القوه بتساوي اف 1 زائد اف 2. طبعا الكلام ده هينطبق على الفيض، يعني لو انا بحسب البي المحصله هتساوي البي الاولاني زائد البي التاني. لو عندك جسم كان هنا، طبعا مش جسم بقى، لو عندك ملف في هنا بي 1 وفي هنا بي 2، يبقى المحصله بتاعت كثافه الفيض هتساوي حاصل طرحهم، يعني هتساوي البي الكبير ناقص البي الايه الصغير. طب لو عندك عندك مجالين واحد فيهم بيأثر كده وواحد فيهم بيأثر كده، اولا المحصله هتبقى كده، بس المحصله هتساوي بقى، هتساوي جذر التربيع للاول تربيع زائد التاني تربيع. هم دول الثلاث حالات اللي انت هتشوفهم في حياتك في الفصل الثاني، فنبقى عارفينهم علشان نقدر نحل بيهم ايه كافه المسائل. طيب تعالوا نبص كده على مساله المسائل على الجزء ده. اول مساله بيقول لك سلك مستقيم طويل يمر به تيار 2 امبير اللي هو السلك ده، وموضوع عمودين على مجال مغناطيسي منتظم، كثافه فيضه كذا، احسب كثافه الفيض المحصله عند النقطه A و B. يعني الراجل رسم لك سلك مستقيم كده اهو، وقال لك ان في تيار قيمته 2 امبير ماشي لفوق كده اهو، وقال لك ان اصلا انا عندي مجال، بصوا بقى ركزوا عشان الكلام ده مهم، الراجل عنده مجال في الدايره في حوالين السلك، المجال ده مش بتاع السلك، ده مجال اضافي، كان حاطط السلك ده بين مغناطيس على شكل حدوة الحصان. المغناطيس اللي على شكل حدوة الحصان ده عامل لي مجالات اكسات زي ما انتم شايفين كده. طب ما تيجي نرسم المجال بتاع السلك نفسه، المجال بتاع السلك نفسه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل لي هنا اكسات وهنا نقط، اكسات وهنا نقط. جبناها ازاي؟ بقاعده امبير اليد اليمنى بالفهلوه كده، يبقى هيبقى داخل من ناحيه ويلف ويخرج من الناحيه الثانيه اهو، اكسات ونقط، اكسات ونقط، اكسات ونقط. طبعا اللي هيبص للمنطقه ديت هيعرف انها منطقه جمع، اللي هيبص للمنطقه ديت هيعرف انها منطقه طرح. طب تعالوا نبص، هو بيقول لك ان البي بتاعه المغناطيس، مين المغناطيس اللي هو البني ده؟ قال لك بتساوي كام؟ قال لك بتساوي 4 في 10 اس سالب 6 تسلا. طيب قال لك احسب لي كثافه الفيض عند النقطتين A و B. اول نقطه اللي هي النقطه A، انا احنا عايزين نكتبها بلون تاني عشان تبقى واضحه، النقطه A اهيت على بعد كام هنا؟ الدي بتاع ال A بيساوي 2 من 10 متر. تعالوا نحسب، الموضوع سهل جدا، هحسب البي بتاعت السلك بتساوي ميو في اي على ال 2 باي في الدي، الميو بكام؟ 4 باي في 10 اس سالب 7، في التيار بكام؟ معطى في المساله ب 2 امبير، الكلام ده مقسوم على 2 باي في الدي بكام؟ ب 2 من 10 متر، 2 من 10 متر، هنقسم ديت مع ديت فيها ال 2، 2 في 2 ب 4 على 2 من 10، هنحسب الكلام ده هيطلع كام؟ 4 على 2 من 10 بتساوي في 10 اس سالب 7، الكلام ده اداني 2 في 10 اس سالب 6 تسلا. لو بصينا على النتيجه هتلاقي النتيجه هنا، النتيجه بتاعت الايه طالعه 6 في 10 اس سالب 6 تسلا. طب خدوا بالكم انا طبعا ما كملتش حل، هو ديت البي بتاعت مين؟ بتاعت السلك. طيب هي المحصله بقى عند النقطه ايه؟ يعني البي بتاعت النقطه ايه؟ كثافه الفيض عند النقطه ايه بتساوي ايه؟ بتساوي البي سلك زائد البي بتاعت المغناطيس. ليه؟ لان المحصله ديت هي منطقه ايه جمع، فهتساوي 2 في 10 اس سالب 6، هنجمع عليها البي بتاعت المغناطيس اللي هي 4 في 10 اس سالب 6، الكلام ده هيديك 6 في 10 اس سالب 6 تسلا، ودي اجابه الجزء الاول. النقطه رقم بي هو عايز كثافه الفيض عند النقطه رقم بي، حيث النقطه رقم بي على بعد هنا 3 من 10،
هنطبق نفس الموضوع بالظبط. يعني هنيجي نعمل كده اهو، هنيجي نقول له كده نحسب البي بتاعت السلك عند النقطة رقم بي، الكلام ده هيساوي برضو ميو اي على 2 باي في دي، هتساوي الميو ب 4 باي في 10 اس سالب 7، الاي بكام؟ ب 2 امبير، هنقسم على 2 باي في الدي. البعد العمودي كام؟ هو قايل لي 3 من 10 متر. لما نحسب الكلام ده هيطلع لي 4 على 3 من 10 بيساوي في 10 اس سالب 7، الكلام ده بيساوي هيساوي 1.3 من 10 في 10 اس سالب 6 تسلا. طبعا انت هتحسبها للحاسبه، يعني سيبك من الحاسبه بتاعتك، تطلع 1.3 من 10 في 10 اس سالب 6 ايه تسلا. طب المحصله، محصله ايه يا جماعه؟ طرح. طيب السؤال، اطرح ده من ده ولا ده من ده؟ مين الكبير؟ ده كده 1.3 من 10 في 10 اس سالب 6، ده 4 في 10 اس سالب 6، يبقى البي الكليه هتساوي البي بتاعت المغناطيس لان هو الكبير ناقص البي بتاعت السلك. لما نطرح الاثنين دول من بعض هيديك 2.67 في 10 اس سالب 6 تسلا، وادي المسألة بتاعتك. طيب هنشيل الورقة ديت ونجيب ورقة تانية نحل المسألة اللي بعدها. طبعا المسألة اللي بعدها كتير من الطلبة بيتلخبطوا فيها، ورغم ان احنا بنشرحها بالمرة والاتنين الا ان الطلبة مبيبقوش فاهمينها، فأتمنى تركزوا فيها كويس. بيقول لك يوضح او يوضح سلك يوضح ايه الشكل المقابل يوضح سلك ايه موضوع عموديا على مستوى الصفحة. النقطة اللي هنا ديت سلك. طبعا لما اجي ارسم لك السلك، لو انا عامل لك السلك كده فلازم ارسمه لك على ورقه خط مستقيم، لكن لو عملت لك السلك كده فانت شايف منه النقطه دي فبرسمه لك نقطه. هو عمل لك نقطه هنا كده وقال لك ديت عباره عن سلك. طب ده معناه ايه؟ معناه عباره عن سلك التيار فيه خارج. طب لو كان رسمه اكس يبقى بصوا كده، ده اتجاه التيار كده. لو هو رسمه لي اكس يبقى عباره عن سلك بس اتجاه التيار ايه؟ داخل الورقه. فطبعا المجال ينفع اعمله اكس ونقطه، والسلك ينفع اعمله اكس ونقطه. لو رسمت مجال اكس فده معناه ان هو مجال داخل للورقه، لو رسمت المجال نقطه ده معناه ان هو مجال خارج من الورقه، لو رسمت السلك اكس ده معناه ان هو سلك واتجاه التيار داخل للورقه، لو رسمت السلك نقطه فده معناه ان هو سلك والتيار بتاعه خارج من الايه؟ من الورقه. هو بيقول لي الشكل المقابل يوضح سلك ايه موضوع عموديا على مستوى الصفحه، يعني عمودي ادي الصفحه اهي، حطيته عمودي على الصفحه كده، يمر به تيار كهربي اتجاهه الى خارج الصفحه، خلاص عرفنا الكلام ده، فينتج عنه فيض مغناطيسي كثافته تسلا، يبقى البي بتاعت السلك كثافته اسمه اتش تسلا. طبعا اتش ديت قيمه ممكن تكون 5 10، المهم انها اسمها اتش وخلاص. اذا كانت كثافه الفيض المغناطيسي للمركبه الافقيه لمجال الارض اتش تسلا، يعني المجال اللي ناتج عن الارض، قال لك بص يا سيدي اهو المجال اللي ناتج عن الارض كده عباره عن اتش تسلا، يبقى البي بتاعت الارض هي كمان بتساوي اتش تسلا. طبعا التسلا دي كده وحده القياس، اما ديت هي عباره عن الايه؟ القيمه. طيب هو رسم لك، طبعا هيجي واحد يقول لي طب هو افقي، قال لك هو رسم لك الاتجاه اهو في الصفحه زي ما انت شايف كده طالع لك لفوق، اتجاه المجال اهو طالع لفوق اهو اتش، ده مجال مين؟ ده مجال الايه؟ الارض. فاذا كانت كثافه الفيض المغناطيسي للمركبه الافقيه لمجال الارض اتش تسلا في الاتجاه الموضح اهو الاتجاه ده كده، احسب كثافة الفيض عند النقاط 1 و2 و3 و4، النقطة 1 اهي و2 اهي و3 اهي و4 اهي. تعالوا نبص كده، هو مش ده السلك كده النقطة دي بتمثل السلك اللي قدامكم ده؟ اتجاه او لو عايز ارسم المجال هرسمه اكس ونقطة؟ ما ينفعش، لازم ترسم المجال دايرة، لأن أنا لما أكون عامل لك السلك كده وأعمل لك الدايرة كده فأنت يعني أنا عايز أرسم لك أعمل لك الدايرة كده، خد بالك من إيديا بقى، أنت كده مش شايف دايرة، لكن لما أعمل لك السلك بالطريقة دي كده أهو فانت شايف ايديا دلوقتي على انها دايره، انت شايف الدايره كده خلاص مثلا زي كده اكنها كده كده انت شايف الخط ده، لكن لما اعمل لك الملف ده كده فانت شايف الايه؟ الملف نفسه. كذلك الامر انا عايز اجيب حاجه مدوره علشان تفهم الموضوع، يعني مش عارف تقريبا ما فيش حاجه مدوره، يعني نتخيل القلم برضو القلم مدور، انا لو اعمل لك القلم كده فانت شايف ايه؟ شايف البوز بتاع القلم اللي هو نقطه، لما اعمله كده فانت شايفه ايه؟ خط مستقيم. فلما اجي اتكلم على النقطه ديت فانت هتشوف المجال على انه دايره، ادي المجال على انه ايه؟ دايره كده اهو، المجال على انه دايره كده. هو عايز عند النقطه ديت 1 وعند النقطه 2 وعند النقطه 3 وعند النقطه 4. بسرعه كده تعالوا ناخد النقطه 1، اتجاه المجال طبعا ده كده الابهام مع التيار، صوابع هتلف مع المجال، فصوابع هتلف كده مع المجال، فاتجاه المجال عند النقطة 1 بتاع السلك عامل كده، فده البي سلك. طب البي أرض هو طالع لفوق، فالبي أرض طالع لفوق، طبعًا لو بصينا عليهم عند النقطة 1 فده كده البي سلك، وده كده البي إيه؟ البي أرض.
هنلاحظ ان الاثنين في الوضع اللي قدامك ده كده عباره عن متعامدين مع بعض، يبقى البي المحصله بتساوي الجذر التربيعي للاولاني تربيع زائد الثاني تربيع، يبقى الاول تربيع اتش تربيع، الثاني تربيع اتش تربيع، هيساوي جذر 2 اتش تربيع هيساوي اتش جذر 2. فده كده ايه؟ عباره عن كثافه الفيض بتاع النقطه 1. لو بصينا على النقطه 2 المجال بيلف كده، فهيجي مماس كده عشان اجيب اتجاه المجال عند النقطه 2.